بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية. واليوم مع ضيف جديد وأسئلة متنوعة، ومحور هذه الحلقة سيكون عن طاعة الوالدين في شهر رمضان المبارك. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. عدنا وياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية. رحبوا معي بضيف هذه الحلقة، السلام عليكم. عليكم السلام، شلونك حبيبي؟ زين الحمد لله. مشاهدينا الكرام، طبعا برنامجنا بمجموعة مكعبات، وكل مكعب يحتوي على سؤال يوجه لضيف الحلقة. المكعب الأول والسؤال الأول هو: اسمك وعمرك وسكنك؟ اسمي حسين منتظر وعمري 11 سنة وأسكن ببلدية الصناعة. المكعب الثاني سؤاله: في أي مرحلة دراسية؟ صف السادس الابتدائي. المكعب الثالث سؤاله: شنو طموحك العلمي؟ طموحي العلمي انه اصير رئيس او عالم. ليش حبيت يعني هاي المهنه؟ وهل تقدر تخدم بها ابو عبد الله الحسين؟ عالم على مود اعلم الناس على الحسين، ورئيس على مود اساعد الناس. المكعب الرابع وسؤاله: شنو يعني لك شهر رمضان المبارك؟ شهر رمضان يعني الصوم والمحبة، لأن شهر رمضان مختلف عن جميع الأشهر، فأنا بشهر رمضان ما أقعد ألعب وهاي، أنا أقعد بشهر رمضان أقرأ وأحياناً أساعد أمي. خليك أنا حبيبي محمد حسين. مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود إليكم. أدنى وياكم مشاهدينا الكرام في برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية. المكعب الخامس وسؤاله: شلونك ويا صوم العبادات في شهر رمضان المبارك؟ أصوم دائما وصار لي 4 سنين أصوم، والعبادات أصلي بأول الأوقات وأقرأ قرآن. المكعب السادس وسؤاله: شنو يعني لك مساعدة أمك وأبوك في شهر رمضان؟ أنا دائما أحب أن أساعد أمي، فأكو فرح بقلبي يجيني، وأبوي أنا من أساعده دائما يكرمني. المكعب السابع وسؤاله: شو تحس من أبوك يقول لك عافية بابا؟ أحس عن رضا الله ورضا الأمة. المكعب الثامن والأخير ويطرح سؤال عليك ويقول: منو من الأمة تحب أنه هو يكون راضي عليك؟ الإمام المهدي. أجل الله فرجه الشريف. شكرا جزيلا لك حبيبي، الله يوفقك ويخليك. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام. مشاهدينا، فاصل ونعود إلى ختام هذه الحلقة. عدنا وإياكم مشاهدينا الكرام في ختام هذه الحلقة، وحبينا نهديكم حديث من أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: الصوم جنة من النار. مشاهدينا الكرام، إلى هنا انتهت حلقة من حلقات برنامجنا برنامج مكعبات رمضانية. في أمان الله. Thank you.